بني إسرائيل لمدة سنة، مغفورة لمدة سنة، لأن اليوم ده بيتكرر مرة كل سنة. أنا بقول الحاجات دي وهنشوف دلوقتي المسيح رئيس الكهنة الحقيقي ماذا صنع. إذا إحنا جينا ندرس يوم الفطارة القديم أو يوم الفطارة اليهودي على ضوء فطارة المسيح، نرى عدة أشياء. يوم الفطارة اليهودي كان يتكرر سنويا، كل مرة يتكرر، وفي هذا ما يدل على أن المشكلة باقية ولم تحل، لأنها لو اتحلت ما فيش داعي العيد ده يتكرر، لأن ده كان بيكفر عن خطايا بني إسرائيل مرة في كل سنة. لو أن التكفير ده له أثر باقي ودائم لما احتاج الأمر أن يتكرر هذا العيد مرة كل سنة. وفي ذلك يقول معلمنا بولس في الإصحاح العاشر من الرسالة العبرانيين للعدد 4، لأنه لا يمكن أن دم ثوران وتيوس يرفع الخطر ويخرج القديس بولس بنتيجة حتمية من جراء ان المشكلة دي ما تخلفش. فيقول في عبرانيين 9:8 ان طريق الاحداث لم يظهر بعد، الذبائح السماوية ورئيس الكهنة اليهودي والتكفير ده ما عملش حاجة ابدا. وكان كل ذلك نبوءة على ان الحل الكامل والنهائي عن الخطايا هو في المسيح وذبيحته الكفارية، الذي كما يقول بولس في عبرانيين 9:26 اظهر مرة عند انقضاء الدهور مرة واحدة ليغفر الخطية بذبيحته. ويقول الرسول في عبرانيين 10:10 ان المؤمنين مقدسين بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. وفي عبرانيين 10:12 يقول ان المسيح بعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الى الابد عن يمين الله. وفي عبرانيين 10:14 يقول انه اي المسيح بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. وفي عبرانيين 9:12 يقول عن المسيح أنه بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا بدم نفسه، ما خدش دم ثور أو دم كيس، بدم نفسه دخل إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبدي. ذاك الذي كان يتكرر مرة في كل سنة انتهى بذبيحة المسيح. ولم نعد بحاجة إلى ذبائح أخرى تقدم، لأن المسيح فعل هذا مرة واحدة قدم نفسه خلاص. استحقاقات ذبيحة المسيح الكفارية فيها الكفاية لغفران الخطايا السالفة والحاضرة والمستقبلة. والمسيح حينما قدم ذاته على الصليب إنما قدم ذاته كشفيع،
الكلمة دي بتشعر بعض الناس من غير الأرثوذ، يقولوا ما فيش غير شفيع واحد بس المسيح. نعم ما فيش غير شفيع واحد فعلا اللي هو المسيح، انما ينبغي ان نميز بين نوعين من الشفاعة. شفاعة المسيح هي شفاعة كفارية، لان المسيح قدم ذاته كفارة لأجلنا. وما تطلق كلمة شفاعة مقرونة بكلمة المسيح، ينبغي ان نباعد بينها وبين الشفاعة بتاعت القديسين، لان شفاعة القديسين شفاعة توسلية، القديسين بتسأل وبتتوسل. اما شفاعة المسيح فهي ليست شفاعة سؤال. كان المسيح بالفعل نائبا عن البشرية، وكان هو آدم الثاني، انما ليس معنى هذا انه كان اقل من الآب، بل انه واحد مع ابيه في الجوهر. بهذا المعنى نفهم شفاعة المسيح، مش كلمة شفاعة يعني بترجح. اما نقول لانه قائم عن يمين الاب يشفع فينا، كلمة يشفع هنا ليس معناها انه يشفع حتى الان، والا لو كان هذا الامر هكذا لكان المسيح في منزلة اقل من منزلة الاب، وهذا ما لا نقول نحن به نحن المسيحيين، انما معنى انه قائم عن يمين الاب يشفع فيه، ان ذبيحة المسيح الكفارية التي قدمها في ملء الزمان فوق الجلجثة لها اثر باق نستطيع جميعا ان ننتفع به. مش معناها ان المسيح يشفع، فكلمة الشفاعة ليس معناها السؤال. وحينما يتكلم الرسول بولس عن شفاعة الروح القدس يقول ان الروح يشفع فينا بأنات لا ينفق بها، وانه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ليس معنى ان الروح القدس يطلب، وانما اطلقت كلمة الشفاعة على المسيح من حيث ان المسيح كان نائبا عن البشرية، وكان محاميا عن البشرية، وكان موفيا للعدل الإلهي الذي كانت تستحقه البشرية. ولذلك ان كلمة شفيع، لنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله ايضا. لحتى لو رجعت للانجليزي حتى يلويهاب ان ادفوكيتك، ادفوكيتك منها كلمة ادفوكار بالفرنساوي يعني محامي، وهذا ما يفسر لنا تصرفات المسيح له المجد حينما كان يصلي في البستان، وحينما كان ينادي الاب السماوي. يكتبون كم يكلم نفسه، كان نائبا عن البشرية كلها. مرضيا للعدل الالهي من اجل خطايا البشر جميعا. يلاحظ هنا امرا، ان الله كان يتراءى بمجده في قدس الاخبار فوق الغطا بتاع الطابوت اللي احنا بنسميه سوره الرحم، زي ما قال موسى لاني في السحاب اتراءى على الغطاء. لو يوسف استاثر اثنين كيف كان الله يظهر بمجده فوق الغطاء في يوم الكفاره بعد ما يمدح رئيس الكهنه هذا الغطاء بالدم سبع مرات؟ ومعنى هذا ان مجد الرب لا يظهر الا على اساس دم الكفاره الذي دخل به رئيس الكهنة ونضح منه على الغطاء سبع مرات. مفيش مجد الا على اساس الكفارة وعلى اساس دم المسيح.
على فوز دم المسيح ده في أموات مش مجد واحد. وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يكونوا أولاد الله. وهل يوجد مجد أكثر من هذا المجد؟ أن العبد يصير ابنا لله، وأن الصعلوك يصير ابنا لملك الملوك ورب الأرباب. إنما المجد على أساس كفارة المسيح، إنما من غير كفارة المسيح نحن أعداء وفي خصومة مع الله، ولا شيء يحل هذه الخصومة. لا الأعمال الصالحة تحل، ولا الصدقات تحل، ولا شيء من هذه الأشياء تحلها خارجا عن دم المسيح. دم المسيح هو الأساس. وإلا إذا كانت أعمال الإنسان بعيدة عن الإيمان المؤسس على دم المسيح، فالمسيح إذا مات بلا سبب. كان ممكن الإنسان يخلص دون دم المسيح. يوم الكفارة كما قلت لكم، وإن كان معدودا بين الأعياد، لكن يوم تجمل كما رأيت. يوم تجمل أمال إزاي يتحسب عيد؟ يتحسب عيد إزاي بدل يوم تجمل؟ أيوة، إنما التجمل ده في خلاص نفسي. وخلاص النفس هو موضوع فرح الإنسان المؤمن. ما فيش حاجة تبهج قلب الإنسان مثل خلاص نفسه. كانت بهجة جثة، كل بهجة حينما نطق المسيح له النفس بتلك الكلمة يمشي على خطوات. يا سلام، بعد الدموع دي يبقى فرحان قد ايه؟ غير السحابة الداخلة اما ترخ اللي فيها السماء تصفى وتروح. وربنا بيضغط علينا تعب ضغطات، والرسول يقول نؤدب من الله لكي لا ندان مع العالم. يتذلل عيد لا نعيد مصالحتنا مع الله. الخطية تنشئ خصومة مع ربنا، والتذلل ينشئ صلحا مع الله. إذا فالإنسان يتصالح مع الله على أساسين، أو على أساس مزدوج، بل المسيح والتذلل بالتوبة. دم المسيح بيفتح الباب. يشيل الباب ده كان مقفول قدامي. دم المسيح بتفتح الباب. لكن بعد كده التذلل وأعمال التوبة هي التي تقدمني إلى الله. نقطة أخرى نلاحظها في يوم الكفارة أو في عيد الكفارة، إن مما جاء في لاويين 16:29 إن بركات يوم الكفارة لم تكن قاصرة على اليهود وحدهم، بل كانت تشمل الغريب والنزيل في وسطهم. هذا غريب. أما يتكلم عن كفارة ولهم من البركات تشمل الغريب والنزيل في وسطهم، مش بس بني اسرائيل اللي ينتمي لاصل اليهود. ده رمز الى ان بر المسيح هو للكل. وفي ذلك يقول معلمنا بولس في رمية 3:22-25، يقول بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله
كفارة بالإيمان بدنه. فكفارة المسيح هي الخليقة كلها. وفي الرسالة الكولوسي الإصحاح الأول العدد 20 يقول معلمنا القديس بولس عن المسيح يصالح عن الله الآب يصالح به أي بالمسيح الكل بنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. الصلح اللي عمل المسيح بدمه والكفارة استفاد منها إلا على الأرض كل في السماء. وفي الرسالة الثانية القديس بولس إلى كنيسة كورنثوس الإصحاح 15 يقول أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطايا. أنا عاوز أقول حاجة ونحن نتكلم عن كفارة المسيح. ما قيمة دم المسيح بالنسبة لي؟ في ناس خارج دائرة الإيمان خالص غير مستفيدين. طب وإحنا اللي في داخل دائرة الإيمان إيه الفايدة اللي إحنا مستفيدينها؟ إيه الفايدة؟ بتبقى أكثر أضحوكة في الدنيا ان مجرد الانتماء الاسمي للمسيح يوصل للسماء. دي كانت الشغلانه سهله مش ممكن ابدا. الخلاص على اساس كفاره المسيح بدمه ثم على اساس التذلل بالتوبه. مره احد الابهاء القديسين قال لي حاجة. قال لي ان الواحد تبقى ايده وسخة وعاوز ينظفها بيعمل ايه؟ يعملها كده ولا يتعكس؟ عشان الواحد ينظف روحه لازم ينجح كويس. في ناس اما نتكلم عن التوبة والباب الضيق يتذمرون يفكروا ان مجرد الانتماء للمسيح كده كافر. انا عايز اقول المسيح هو امس واليوم والى الابد. التوبه هي محبه الله هي محبه الانسان لله هي موضوع منذ القرن العشرين واواخر القرن العشرين ده ما دخلش ابدا في علاقة الإنسان بالله. القبولة هي القبولة والإيمان هو الإيمان والخلاص هو الخلاص. هو فكر أن الحاجات دي تشفع لكم. لازم الإنسان يحرى مع الله علاقة صحيحة قائمة على أسس سليمة. ننتقل إلى الكلام عن العيد السابع من الأعياد اليهودية وهو الذي يسمى عيد المظال. عيد المظال هو معنى الفصل. عيد المظال كان يبدأ في اليوم الخامس عشر من الشهر السابع يعني بعد عيد الكفارة بخمس أيام وكان يستمر سبع أيام. لكن بعد السبع أيام اليوم الثامن محصى المقدس والرأس. وكان يسمى عيد الجنة وكانوا في مدة الأسبوع العيد مدة الأسبوع يسيبوا بيوتهم ويطلعوا يسكنوا في مظال. ربنا يقولون في مظال لتسكنون سبعة أيام. كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال لكي تعلم أجيالكم أني في مظال.
قال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر. لايين 23-42 و43. كان العيد بيقع في اليوم الخامس عشر من الشهر العبري السابق. والشهر العبري شهر قمري. ومعنى كده ان اليوم الخمستاشر يعني القمر هيبقى بس الليلة دي هي. القمر في اكتمال وفي بهاء ضياء. وهذا البهاء وهذا الجلال وهذا الضياء انما كان يذكرهم. انت عارفين ان القمر بيستمد ضوءه منين؟ من الشمس. وهذا يذكرهم بشمس البر والشفاء في اجنحتها الذي يمكنه ان يبهج حياتهم بكمال البهاء والضياء اينما يشرق عليه. كانوا يسكنون في خيام تبرز على سطوح المنازل او خارجها مصنوعه من اقطان الاشجار الخضراء الكثيفه الاوراق. وفي اول ايام العيد كانوا يصنعون حزما من سعه النخل وأغصان الزيتون يحملونها في أيديهم طيلة ذلك النهار. وكانوا يرنمون المزمور يقول اشكروا الرب فإنه صالح إلى الأبد رحمته. طبعا إذا كان قال لهم أنا طلعتكم تسكنوا في خيام وفي مزار عشان تفتكروا إنه أنا أسكنت بني إسرائيل بعد ما أخرجتهم من أرض مصر في خيام وفي مزار. عشان يشتكروا سميع الله معهم فكانوا يرنمون اشكروا الرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. واحنا بالمناسبه دي نقول ان في بدايه عشيه مثلا عشيه الاحد بعد ما تخلص صلاه المزامير هنبتدي الطقس بتاع صلاه عشيه والتسبيحه. يقول المعلم اللحم بتاع ميس وستير. ميس وستير هو المزمور 119 سبح الرب يا جميع الامم ولتباركه كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت او قد قويت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. الله ايه اللي جاب المزمور ده؟ سبح الرب يا جميع الامم ولتباركه كافه الشعوب لان رحمته قد قويت علينا. ده احنا العشيه دي بتاعت يوم الاحد عشيه الاحد. احنا كل ده العشيه دي استعداد ليوم الاحد. رحمته قد قويت علينا بالام وبقيامته لان هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. والمعلم يفضل يقول بالصوت الرحيم الحلو اللي احنا بتاعنا يسمى كتير. قول يا معلم رسوم الجد واشتغل. الحاجات المحيطة بينا
اذا كان المرتب من كل مجد ابنة الملك من داخل مجد الكنيسة كل بس بيدخل جوه ويدرك ويعرف. فكان بني اسرائيل في طيلة العيد وهم ممسكين بساعة النحل وبأرقام الزيتون وبكل رمز للنصرة ورمز للسلام، وهم يرددون المزمور اشكروا الرب فإنه صالح وإلى الأبد رحمته. وكانوا ده ابتداء من اليوم الأولاني، وكان طول السبع أيام بتاع الأسبوع كانوا يترددون على الهيكل وبرضه الأرقام دي في إيديه. بينما كان الكهنة يدورون حول المذبح في الهيكل أو في سنة الاجتماع ويهتفوا وصلنا يعني خلصنا، وصلنا يا رب ساعدنا يا رب نجحنا. وفي اليوم السابع كانوا يدوروا حوالين المذبح سبع مرات بدل مرة واحدة، وصار لطواف الشعب حول أسوار مدينة أريحا التي أسقطها الرب في أيديه. وفي كل صباح من أيام هذا العيد كان يتجه رئيس الكهنة اليهودي مع جمع الغفير إلى بركة سلوان. أنت أقول بركة سلوان اللي جت بتقرأ عنها في يوحنا 9 المولود أعمى اللي اذهب واغتسل في بركة سلوان. مدة الأيام بتاع العيد هو كان رئيس الكهنة مع جمع الغفير يتجه إلى بركة سلوان ويغترف من مائها. يملا ابريق ذهب من المياه بتاعتها وياتي به الى الهيكل ويمزجه بخمر ويركبه الى جانب المذبح، وهذا كان يفعله تذكارا لما حدث على يد موسى حينما اخرج ماء من صخره صماء في البريه. اليوم الاخير من العيد هو حضر فيه الرب يسوع في احدى المرات في الهيكل. نقرا عن الكلام ده في يوحنا الاصحاح السابع، يقول في اليوم الاخير العظيم من العيد اللي هو احنا قلنا اليوم العيد سبع ايام واليوم الثاني نحت المقدس الرب، فكان الكلام هنا بتاع يوحنا على اليوم الثاني. في اليوم الاخير العظيم من العيد اللي هو عيد المظاهر هو وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبض الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوا. ده في يوحنا 7 عدد 37 و38. وكان الرب يسوع بهذا الكلام هو شايف ان رئيس الكهنه جايب الابريق الذهب ومليه من الميه بتاع بركه سلوان، ابتدى يطبق الرمز عليه. انتوا عارفين في يوحنا 9 قال يقول له اذهب اغتسل في بركة سلوان الذي تكفيره ايه؟ مرسل. مين هو المرسل؟ كما ارسلني الاب ارسلكم انا. فالمرسل الحقيقي هو يسوع المسيح ربنا، وهو يذكرهم بان هو الصخره اللي كانت في البريه التي ضربها موسى وتفجرت ماء. الامر الذي اشار اليه معلمنا بولس الرسول في الرساله الاولى لكورنثوس في الاصحاح العاشر والعدد 4، لانهم جميعا شربوا من صخره روحيه تبعتهم، والصخره كانت المسيح. الصخره دي كانت رمز المسيح. ابتدى المسيح في اليوم الاخير ابتدى يطبق كل الحاجات دي. الصخره انا بركه سلوان برمز لي انا، لاني انا المسيح.
ثم هناك امر اخر وهو ان الرب يسوع بهذا الكلام انما يربط بينه وبين الصخره التي ترمي اليه ويربط بين الماء وبين الروح القدس. من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مجمعين ان يقبلوا. طب العيد بيشير الى ايه؟ عيد المظالم بيشير الى ايه؟ بيشير الى عده حاجات. اولا كلهم يسيبوا بيوتهم ويدخلوا في خيام. الخيام بترمز للغربه. وقالها الله صراحه. عاوز يذكرهم ان خرجوا من بني اسرائيل من ارض مصر وسكن الخيام. والله يريد ان يحقق ان يؤكد على حقيقه هامه وهي غربه الانسان. لان الانسان اذا ما شعرت انه غريب عاوز يملك هنا وعاوز يقعد هنا خلاص يقطع صلته بالوطن الاصلي السماوي. ولذلك فكره الغربه الله بيؤكد عليها. وفكره الغربه احنا محتاجين ان احنا نتذكرها باستمرار. ولذلك ان معلمنا بطرس يقول للمؤمنين اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسديه التي تحارب بها. وداود يقول غريب انا على الارض فلا تخفي عني وفواك. وفرعون الذي كان معاصرا ليوسف الصديق حينما احضر يوسف ابوه يعقوب وقف يعقوب قدام فرعون وقال له كم هو سن حياتك؟ انت عندك كم سنه؟ فرد يعقوب مستدركا قال له سني غربتي مش سني حياتي سني غربتي. كون الانسان يتذكر انه غريب انا على الارض فلا تخفي عني وفاك. انا رب غريب انا ماليش حد. انا غريب انا ماليش حد هنا غيرك. انا ماليش حد غيرك يا رب. انا غريب. والغريب لا يحسن. بقى واحد يبقى من طنطا وراحوا عينوه في اسوان يروح هناك يتملك ويشتري ارض ويبني بيوت تلاقي اعمال شكاوي ترف على الجهه اللي بيشتغل فيها ويقول لهم اعملوا معروف القانوني ده انا بعول عائله جسيمه وانا مسؤول عن كذا وكذا وكذا وانا مرتبي ضعيف وانا ما اقدرش. يا ريت التذلل ده يبقى قدام ربنا ويقول له يا رب انا غريب. ده انا غريب يا رب. ده انا ماليش غيرك. داود النبي يقول له خلصني يا رب فان البار قد سمع وقلت الامانه من بني البشر. تكلم كل واحد مع قريبه بالباطل بلسان غاش وبقلب مختلف. البار قد سمع يا رب انا مش لاقي حد من ولادك. انا لوحدي مش لاقي حد من ولادك. انا غريب يا رب على الارض. اعمل معروف يا رب. اكشف لي عن وطاياك لانه لو لم تكن سريعه التلاوه لهلكت حينئذ في مجلتي. فكان الله في هذا العيد يؤكد سنويا فكره الغربه. حاجه ثانيه قلنا ان العيد سبع ايام انما اليوم الثامن محصى المقدس للرب. برضه عيد. اليوم الثامن ده هو عيد. بيذكر في العهد الجديد ان يوم الاحد يذكر في اليوم الاول من الاسبوع وفي اول اسبوع واحيانا يذكر اليوم الثامن. فاليوم الثامن هو عيد. هو الاحد. ويوم الاحد هو رمز للراحه الابديه التي في المسيح. رمز للراحة الأبدية التي في المسيح.
ولذلك انا احب ان احنا نتذكر اللي قال المسيح في مثل وقيل الظلم اللي جاب مديون سيده وقال له كم عليك لسيدي؟ قال له كذا. قال له خذ طبقك عليه ونكتب كذا. وبعدين يقول وانا في ختام المثل ده او التشبيه ده وانا اقول لكم اغتنوا لكم اصدقاء من مال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في ايه؟ في المظال الابديه. احنا في عيد المظال، ولا شك انه يرمز للمظال الابديه، لان يوم الاحد هو رمز للراحه الابديه، وكانوا بيعودوا فيه في المظال وفي الصيام رمز للراحه الابديه والمظال الابديه. يتبقى ان انا اقول كلمتين صغيرين عشان اخلص من الدراسه دي، بعد كده نبدا في دراسه حياه المسيح له النجم. اكلمت حاجه عن سنه اليوبيل، يمكن الحكايه اليوبيل دي تسمعوا، اليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي واليوبيل الماسي. كانت هناك ما يعرف باسم سنه اليوبيل عند اليهود، وسنه اليوبيل كانت تقع كل 50 سنه. تبدأ انت اي يوم كده في الليل؟ لا، كانت في السنة 50 تبدأ بيوم الكفارة، كانت تبدأ بيوم الكفارة. هكذا يقول الله في لوين 25 عدد 8-10. ثم تعبر ضيوف الهتاف في الشهر السابع في عاشر الشهر في يوم الكفارة، تعبرون الضيوف في جميع ارضكم وتقدسون السنة 50 وتنادون بالعطر في الأرض لجميع سكانه، تكون لكم يبينا وترجعون كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشرته. سنة اليوبيل كانت بتقع كل 50 سنة، وكانت تبدأ بيوم الكفارة، وتتميز بالعطر العبيد يعتقه اللي عليه ديون، سقطت الديون من عليه خلاص. سماع عصر عدد 50 في الكتاب المقدس يشير الى العفو والمغفره، هو ده تفسير الاباء. هكذا حتى في لوط الفيلسوف اليهودي العاشر قبل الاول من الميلاد، وهكذا فسر القديس فيلمنوس الاسكندري والعلامه اوريجين امن كلامه. العدد 50 منهم أمثلة كثيرة من العهد القديم بيستنتجوا منها هذا الاستنتاج. العدد 50 بيشير إلى الغفران. نحن قلنا سنة اليوبيل بتبدأ بالكفارة، ومعنى هذا أنه لا غفران إلا بإيه؟ إلا بالكفارة. إلا بالكفارة. السنة دي بتتميز بعطف العبيد، يعتق العبيد وبرد كل شيء، الديون تسقط وكل حاجة. ولذلك فإن بكرة الرسول في يوم 50 يقول كده، يتكلم عن أزمنة ترد كل شيء. الـ50 عيد الـ50 برضو الـ50 يعني المغفرة. أزمنة رب كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبياء القديسين من جبار. وهكذا أيها الإخوة، تتأثر بصور متعددة حقيقة كفارة المسيح وحقيقة العفو الذي يناله البشر، أنه ليس منفصل عن كفارة المسيح، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مثلاً.